إذن بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الفقرات غادي نهضروا على الأرشطة الإشعاعية الطبيعية. في البداية غنذكروا بقانوني الانحفاض الصودي. إذا خدينا مثلا واحد التفاعل أو تحول نووي بين نويتين إكس واحد و إكس جوج، كيعطيونا واحد النويدة إكس تلاتة و إكس أربعة. بطبيعة الحال كل نويدة مختلفة عن النويدة الأخرى، بحيث أرقام زد أن زد دو زد خوا زد كات مختلفة فيما بينها، كذلك A2 A3 A4 مختلفة فيما بينها. بالنسبة للقانون الصودي، هناك القانون الأول اللي كنحافظ فيه عدد النويات، دوك A1 إذا جمعتها مع A2 غنحصل على A3 زائد 4. نفس الشيء القانون الثاني هو انحفاض عدد الشحنة، إذا جمعنا Z1 مع Z2 غنلقاو Z3 زائد Z4. وغنشوفو التطبيق ديالهم في الأنشطة الإشعاعية. بالنسبة للنشط الإشعاعي الأول اللي هو النشط الإشعاعي ألفا، فهاد النشاط كتكون عندنا واحد النواة أصلية إكس أ زد غير مستقرة اللي كتفتت تلقائيا، باش تعطينا واحد النواة متولدة إيكغيك زائد نواة الهيليوم. نواة الهيليوم جوج ربعة هي اللي كتسمى بالدقيقة ألفا. إذا كتلاحظوا هنايا، إذا نقارن أ مع أ ديال إيكغيك مع ديال الهيليوم، غنلقى أنه أ ناقص ربعة زائد ربعة تساوي أ، زد ناقص جوج زائد جوج تساوي زد. بمعنى هنايا كنطبقوا قانون الانحفاض لي صودي. كمثال النشط الإشعاعي، مثلا تحول نواة البولونيوم 210 إلى نواة الرصاص 206. إذا كتلاحظوا هنايا، ممكن تأكدوا دائما من صلاحية قانوني الانحفاض الصودي. 206 زائد 4 تعطينا 210، 180 زائد 2 تعطينا 84. إذا كتلاحظوا هنايا، فبالنسبة لهذا النشط الإشعاعي ألفا كنقصوا عدد البروتونات بجوج، كنقصوا عدد النوترونات بجوج، اي اننا كنقصوا بروتونين ونوترونين. هذا هو النشط الاشعاعي الفا. بالنسبه للنشط الاشعاعي بيتا موا، كنحصلوا عليه اثناء تفتت نواه اصليه اشعاعيه النشاط الى نواه متولده اكثر استقرارا مع انبعاث دقيقه بيتا موا اللي هي الالكترون. اذا كتلاحظوا هنايا، عندنا العدد الزيد تزاد بواحد و ا ما تغيرش. اذا الحل الوحيد باش نفهموا هذا النشط الإشعاعي هو أنه البروتونات زادوا بواحد، يعني أن النوترونات نقصوا بواحد، أي أن النشط الإشعاعي بيتا موا هو تحول نوترون إلى بروتون داخل النواة مع انبعاث إلكترون اللي هو الدقيقة بيتا موا. وكمثال هذا النشط الإشعاعي كاين مثلا تحول كوبالت 60 إلى نيكل 60، لاحظتوا احتفظنا بالعدد أ ولكن نقصنا النوترونات بواحد وزدنا البروتونات بواحد. بالنسبه للنشط الاشعاعي بيتا بلس، الا كتلاحظوا هنايا، هذا نواه كذلك نواه متولده، نواه عفوا اصليه تتحول الى نواه متولده مع انبعاث بوزيترون. بوزيترون هو واحد الدقيقه اللي عندها الكتله ديال الالكترون ولكن شحنتها عكس شحنه الالكترون. كتلاحظوا هنا كذلك انه زاد نقصنا بواحد وابقت ثابته، كيعني انه اثناء التحول بيتا بلس هناك تحول ل بروتون نحو نوترون. اذا في وسط النواة بروتون تتحول الى نوترون، كيتجينا عليه بوزيترون، وهذا هو تفسير ديال النشط الاشعاعي بيتا بلس. هنا كمثال فوسفور 30 عند سيليس 30، اذا كتلاحظوا عندنا 30 30، عدد زد نقص بواحد، العدد ان زاد بواحد، اذا هناك نقصان بروتون والزيادة في نوترون. إذا هناك تحول بروتون إلى نوترون. المعادلة تكتب على الشكل التالي، دونك الفوسفور كيعطي السيليز يوم زائد البوزيترون. دونك هنايا كتلاحظوا عندنا نفس العدد أ، إلا درنا قوانين صودي الانحفاض 30 زائد 0 هي 30، 14 زائد 1 هي 15. دونك دائما كنلاحظوا أن قوانين الانحفاض الصودي دائما تتحقق. النشط الإشعاعي الأخير جاما هو يختلف في الأنشطة الإشعاعية السابقة، يعني مختلف هو على ألفا بيتا بلس بيتا موا، لكون أنه ألفا بيتا بلس بيتا موا عبارة عن دقائق، بينما جاما هي عبارة عن نشاط أو موجة كهرومغناطيسية. إذا في الحالة تنتجنا واحد الموجة، هذه الموجة المغناطيسية السبب ديالها هو أن النواة المتولدة تكون في حالة إطارة. حنا باش نعرفوا النواة تكون في حالة إطارة ولا لا، إما كتكون في معطيات مذكور لنا أنه النواة المتولدة تكون في حالة إطارة، أو كيكون عندنا الرمز إطوال هنايا فوق من
الرمز ديال النواه. فهاد الحاله اللي كتلاحظوا ايغريك ا زد ايطوال كيعطينا ايغريك ا زد زائد غاما، ا ما تبدلش زد ما تبدلش، اذا غاما ما كتغيريش النواه او بنيه النواه، فقط هي واحد الطاقه زائده كتكون زائده عند النواه المتولده فكتخلص منها على شكل اوجه كهروماتيسية. باش نعرفوا هاد غاما الموضع ديالو بالنسبه لطيف المجالات الموجات الكهرومغناطيسيه كتلاحظوا هنايا المجال المرئي ها هو هنايا بالالوان اللي كاين بعد منه او قبل منه هو مجال ديال اليو في غيون زيكس غيون غاما. كتلاحظوا غيون غاما كاين في الاخير هنايا وعندهم واحد رتبه قدر ديال الموجه اللي هي واحد بيكومتر يعني تقريبا 10^12 متر. يعني هنايا كنلاحظوا ان هاد الاشاعات عندها طول موجه صغير جدا مما يدل على انها واحد الطاقه كبيره جدا مقارنه مع الموجات الكهرومغناطيسيه الاخرى. وهذا الاشعاع بطبيعه الحال ماشي دائما تيكون وما تيكونش بوحده، بمعنى الا كان غاما غادي يكون مع الفا او مع بيتا بلس او مع بيتا موان. وكما باش لقاو تفتت او تحول نووي نواه اصليه تعطي نواه متولده زائد غاما راه ما كايناش، اما كتكون اكس كيعطي ايغريك زائد الفا زائد غاما او ايغريك زائد بيتا بلس بيتا موان زائد غاما. هادشي الا كان ماشي دائما تيكون عندنا نشط اشاعي غاما، الا كان بطبيعه الحال كتكون دائما هناك اشاره ليه اما بالاطوال هذه اللي كاينه هنايا فوق الايكغيك او لا كتكون مذكوره كجمله في المعطيات انه النواه المتولده تكون في حاله اثاره. دونك نتمنى انه تكونوا استفدتم من هذا الفيديو.